خوتي اليوم غنتكلموا على مول القصه، على مول البوادر، على مول القناه الكبرى، وغنتكلموا على مجموعه تاكده او نقولوا مجموعه الشيخه تحيحيت، ولا نقولوا التشنويت، الشيخه والرقاديه اللي معاها. ايه هي الرجال؟ ايه هي الرجال اخر الزمان؟ ايه هي ما كاين غير حشي الهضره، وقال لك حنا ما كنكلاشيوش، حنا ما كنكلاشيوش. بعد انت نفرتيتو اولا مولينكس، انت بعد بالاخص انت هو الفتيله ديال العائله، وانت هو ماشي مع الربحه وماشي مع الكبيره، وانت هو اللي فيك دوده القز. وغادي نتكلموا مع على صاحب القصص اللي تكلم على الارشيف، اوكي ينوه المتتبع. هنا كنرفع لك القبعه، هنا اللي غادي نحني لك الراس ونرفع لك القبعة احتراما وتقديرا، لانك واخيرا ربي ملي كيبغي يفضح العباد ديالو، واخا بغيتي عييتي تكذب، ولكن جا ربي ونطقك رغما عن انفيك وقصتك. وقلتي المتتبع عندكم تتعاطفوا وعندكم تثيقوا، لان الكواليس لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. خوتي خواتاتي، قبل ما نتكلم في هذه القضيه ديال الارشف، في هذه القضيه فضحني وفضحك، راه هذا الفيديو مشحر مجمر بالبريقيقات. نعم سيدي، معسلين ومشي ميشات في حالكم. قبل ما هذا الشيء هذا كامل، ما غننزل نقط على حروفها. اول حاجه واهم حاجه، حاجة اللي هي ضروري، هو اني نسلم على البقيبقات ديالي تميتي مد القلب الفنس. ولكن ما تزقوش هذا الفيديو، هذا الفيديو فيه من نقي خيال اخوتي، غادي ننزلو شي نقيطات. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، كيف الحال والاحوال؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ما يقاسكم تشي خير بجهد الرحمن تعالى. واليوم فيديو جديد وموضوع جديد. تحيتي خوتي المغاربة خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن، تحيتي خوتنا العرب أينما حلوا وارتحلوا، تحيتي من الصحراء من طنجة للقويرة، وتحياتي للجميع أينما كنتم أحبائي وأعزائي. اليوم كما كان نكتشفوا أو كان تفاجئوا بواحد الفيديو خرج به صاحب القناة المليونيني، أن قلت الشغل مصيبة وما كينش المحتوى، دابا غنبداو عطيني نعطيك يلي عمري هديته ليك، أو عطيني نعطيك يلي عمري هديته ليك، والأدسنس جمعتيه على طهري وكليتي وشبعتي والديور بنيتي طنوبيرات سكتي، واليوم أجي نعطيك، اليوم يجي نعطيك ونجبد ليك الارشيف، ونجبد ليك الارشيف. اجي يقلي الحياه، اجي الديوت يا مول القصه، ما عرفناك واش مع الالوان المفتوحه ولا الالوان المغلوقه. اجي تجيب لي اذا تبلد فحط بالي لا تجلد، اليوم غادي نعطيك ونوطيك. اليوم خرجتي كتقول للمتتبعين اتانسيون اتانسيون متتبعين، تيقوا تعاطفوا الناس اللي كيخرج يبكيو عليكم. ايوا ها انت الحبيب اختي، ما قلناش شي حاجه من عندنا، ما قلناش شي حاجه ما كايناش، ما قلنا غير اللي جا من عندكم. ومن اللي سمعوا المتتبعين عندكم تيقوا بشي حد كيخرج يبكي ويشكي عليكم. وشكون اللي خرج الاول بكا وشكا؟ شكون اللي خرج الميمه والبويبه؟ شكون اللي خرج باه ومو يبكيو يدعي ويقولوا يا ناري يا ناري؟ شكون اللي خرج اذا يمك؟ نهار اللي خرجتي الام ديالك دبكي وتشكي كانت كتكذب على المتتبعين، كانت كتستعطف المتتبعين. ها حنا اذا كان محمد خرج يستعطف المتتبعين، ما جابش شي حاجه جديده. راه التلميذ ديالك، راه التلميذ ديالك راه تعلم التصوير من عندك والمونتاج من عندك، وتعلم الكذب من عندك، وتعلم الاستعطاف من عندك، تعلم كل شيء. نهار اللي تعلم بغى يعمل القناه ديالو، قلتي انت لا خصو يبقى تحت يدك باقي في القربه ما يكون. ايوا ها خوتي، ونهار اللي خرج معكم صاحب القناه مليونيه وبكي ويبكي ويقول لك ويك ويك عباد الله انا تعرضوا ليا، ويك ويك عباد الله بالسلاح الابيض، ويك ويك عباد الله سرقوا لي تليفوني، ويك ويك عباد الله تعدوا عليا، اذا كنتي كذاب، كنتي كتستحمرنا، كنتي كتستعطفنا، اذا هكا
مزيان. اجي نقول لك، والنهار اللي عملتي ديك لاكسيدون ديال الموتور اللي تنتي ليا ما كاينش منا نهائيا اخوتي خواتاتي، وقال لك لا انا ضميري كيعذبني، قلت له زيد مباباها، زيد المتتبع طيه، زيد ما تفكرش في المتتبع، ما خصكش اليوتيوب يكون عندك فيه القلب، اليوتيوب ما خصكش يكون كترحم فيه، شوف الادسنس اش غيدخل لك، شوف اش غناكلوا ولادنا في ديك الساعه. قلت خصنا نتيقوك، ودابا غتخرج الارشيف ديال محمد. ايوا خويا خرج ديالك خرجوا ديالنا، راه حتى انت ارشيفك عامر يا ما في القلب، كما كيقولوا المصريين في القلب يا حاوي، كاين اخي ديالك ما يتقال، وكاين ارشيفك خانز موسخ معفون منتون. وقلتي خرج مورا طهرك، وكيقول لا بكي 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 باش الجاليه يعطيوك، ويا ما خرجتي الناس كيبكيو باش الجاليه يعطولهم، ويا ما بكيتي باش الجاليه يعطولهم، وديك احسن العموم اللي كنتي عامل، وديك الفلوس اللي كنتي كتجمع، والارشيف لا يرحم. حنا كنهضروا دابا على الارشيف، شمن ورق كانوا عندك؟ فين الرخصه اللي كانت عندك؟ شمن جمعيه كانت عندك؟ شكون اللي عطاك الحق تجمع الاموال الطائله مع هاد المتتبعين والمشاهدين والمحسنين؟ دابا عاد انت كتفضح الفضايح ديالكم. ايوا كنتو مع بعضياتكم، اذا كان عندكم شي ارشيف كنتو تريكه وحده، كنتو يد وحده. اذا كان الارشيف، شمن ارشيف؟ يعني الارشيف واحد الاقدميه، الاقدميه مع بامكانيه يا الهبيل يا مول القصه يا مبوادر منفخين غاب باش كيقولوا بالبروتين، يا اللي منفخ البوادر ديك باللحسه، يا اللي منفخ بوادرك باللحسه. اليوم عاد ولا الارشيف ارشيفكم واحد، اي حاجه عملتوها مع بعضياتكم، واذا عمل شي حاجه بوحدو تعلم منك، والارشيف لا يرحم. واللي كيخرج يبكي في اليوتيوب، فاول ناس اللي خرجوا في اليوتيوب واول واحد خرجتي ناس في اليوتيوب هي خرجتي الوالده ديالك والوالد، الام والاب ديالك، الناس كيكبروا بهم ويتهلاو فيهم ويصيفطوهم من الحج ويحنوا فيهم طفوا فيهم، وانت عملتيهم وسيله لجمع الاموال في الادسنس، عملتيهم وسيله للاستعطاف المتتبعين، عملتيهم وسيله باش تضرب بهم قناه محمد ورضيا، عملتيهم وسيله وسيله وسيله. واليوم حتى شبعتي وكليتي وتقرعتي، عاد وليتي بان كتنبه المتتبع عنده يستعطف. علاش خرجتي والديك باش يستعطفوا الناس؟ علاش ياك زبلك خليهن داخل، وكتقول بان يزيد محمد مسخط، اكبر مسخط هو انت، لان انت اللي خرجتي الام ديالك تسخط عليه وضرا فيه باش هو انه طار وما عجبوش الحال وخدا موقف، انت اللي مسخط خرجتي الام ديالك بالدموع في عينها على اليوتيوب، اذا انت هو اللي المسخط. المرضي كيمسح الدمعه ديال الام ديالو، المرضي كيحن في الام ديالو، واذا غلط واحد الاخ هو كيطبطب، ما كيخرجش يجمع بها الاموال الطائله، ما كيخرجش يجمع بها الادسنس. وجلوبه تهضرنا على الارشيف وتقولنا يا ودي لا 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 ما تيقوش الناس اللي يبكيو. وهنا كنقول لكم اخوتي خواتاتي، اذا شفتوا شي واحد كيبكي في اليوتيوب ما تيقوش، راه صاحب القناه هو اللي قال لكم، يعني حتى الام ديالو اللي خرجت كتبكي والاب ديالو اللي خرج كيبكي ما تيقوهمش، وهذا جا من عنده هو ماشي من عندنا حنايا. والارشيف لا يرحم، وغادي ننتظروا الارشيف ديالك، وغادي نخرجوا الارشيف، خرج الارشيف ديال محمد، ومحمد يخرج الارشيف ديالك، وحنا بغينا نعرفوا الحقيقه. وزيدون ما كيهمناش حنا الارشيف لا ديالك ولد محمد، حنا كيهمنا الانسانيه انعدمت في هذه العائله، حنا كيهمنا الرجال ولا ونساء، حنا كيهمنا كيفاش انت كتعامل مع الزوجه ديالك، ان كيفاش كنتي ديوتي معاها، ما كانتش الغيره ديال الرجوله، ما كانش فيك حس الانسانيه، ما كانش فيك حس الغيره، فصورتيها بديك الاسلوب، يعني انتينا اصلا يعني طايح في نظرنا، اصلا ما كان غير محسوب في صفوف الرجال، انت غير محسوب في صفوف الرجال. حنا دا اللي كيعنينا، حنا كيعنينا علاش كتعطي واحد الصوره مشوهه على الاسره المغربيه، على الاسره المسلمه، على الاسره الشماليه والجبليه، هذا اللي حنا كنهضروا عليه. كنتمنى هذا الفيديو نال الاستحسان ديالكم خوتي خواتاتي، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج والتعليق المحفزه. دمتم في رعايه الرحمن، والى الملتقى.